صباح الخير مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى حلقة جديدة من السياسة اليوم الثلاثاء 5 آذار 2024. بانتظار طبعا أن تتبلور كل مساعي التي قام بها الموفدون وآخرهم طبعا أموس هوكشتين في لبنان، سنسأل عن هذه الجولة وعن لقاءاته مع المسؤولين. هو هل ستنتج هذه الجولة مثلا حلولا، وخصوصا في ظل الحديث عن هدنة في غزة خلال شهر رمضان؟ بدي رحب قبل البداية بضيف أستاذ نبيه البرجي، الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نبيه أهلا وسهلا فيك. فلنبدأ من السؤال الأول، برأيك هل سينجح أموس هوكشتين في مثلا في تجنيب امتداد الحرب أكثر إلى لبنان، في ردع الجنون الإسرائيلي من محاولة استدراج لبنان لحرب موسعة؟ ما بتصور انه اجى على لبنان او بدي ورا على تل ابيب الا اذا كان اجرى محادثات تمهيدية وما هاد لهالشيء هذا. بس الشيء الخطير يعني هو انا ما فيني انظر له فعلا، بنكون نخدع عن انفسنا اذا اعتبرناه مجرد وسيط، يعني بالمعنى بيرمان، يعني انه بالمعنى المجرد للكلمة. هو طرف يعني وهو مبعوث لدولي، هي طرف أساسي إن كان بالصراع وكان بالعملية الدبلوماسية. نعم. بس الشيء الخطير اللي صدر عنه، وأنا كنت بتمني أعرف رأي الرئيس بري يعني بالقصة، وسألت وكان جوابه إنه مثل ما قال لكل المبعوثين إنه مش ضروري إنه الهدنة بغزة تمتد إلى لبنان. انت بهذا الراي لهذا الموقف الاسرائيلي، نعم، انت جاي كوسيط وبتحكي هيك من يعني من عند رئيس اللجنه يعني المؤسسه التشريعيه عم تحكي بهالمنطق، نعم، وانت جاي كوسيط. امبارح كانت الارماده العسكريه الامريكيه حاملات طائرات ما في اهم منها بالعالم، 4 غواصات نوويه. طيب ليش ما بترافق الارماده العسكريه ارماده دبلوماسيه؟ يعني أنت وينك كدبلوماسي؟ إذا كنت فعلا تلميذ هنري كيسنجر، كان هنري كيسنجر كان يعتبر أنه ثنائية الحقيبة والدبلوماسية، يعني تلازم العملية العسكرية مع العملية الدبلوماسية، تلازم يعني التوازي بين الحالتين، وهذه جربها بأكثر، وجربها بالشرق الأوسط هنري كيسنجر. طيب ليش المطرقة بس، المطرقة الدبلوماسية عروسنا والمطرقة العسكرية عروسنا؟ يعني هل أنت قلت بالبداية أستاذ نبي أنه هل تتوقع أن يكون أموس هوكشتين يعني أو هوكشتين وسيطا عادلا؟ يعني هل رح يعطيك حق قد ما رح يعطي لإسرائيل؟ قطعا لا، قطعا نعم. لا، طول عمر الولايات المتحدة من يعني شوف من وقت صدور القرار 242 يعني عشية أو غداة حرب 67 لحد هلا، ايمتى كان في مسعى امريكي كامل وجدي وفعال لتسويه النزاع الازمه بالشرق الاوسط؟ ابدا. دائما بتحاول الولايات المتحده، وهيدي اساسا جزء من العمل التكتيكي والاستراتيجي، دائما بتحاول انه الازمات تضل نص مفتوحه ونص مقفله، وهذا اسلوبها لحتى يعني اولا تصنيع الصراعات واداره الصراعات. يعني هي كان ممكن انه من 200 من 67 لهلا كان بامكانها ايجاد حل، يعني او على الاقل السير او فرض حل الدولتين، فرض حل الدولتين. ما في يعني 242 300 ليش 425 هي نفذته بلبنان، نفذت المقاومه بلبنان، نفذ على الارض مش بالنيويورك. نعم. يعني انت هل تتوقع تقول انه لم يكن لياتي أموس هوكشتين الى لبنان ومن ثم يذهب إلى تل أبيب إلا إذا كان مهد لهذا الموضوع؟ هل سيتمكن من ردع الإسرائيلي عن توسيع الحرب؟ الجميع يقول إن الإسرائيلي أو الإسرائيليين بدوا الحرب على لبنان، ولكن ما يمنع أو من يمنع هذه الحرب هو ما في ضوء أخضر أمريكي. صحيح، ما في يعني، وحذروها أكثر مرة، وأنا بنظري أنا عم بعتمد على صحف أمريكية مش على رأيي، انه في تحذير. يعني هلا انت يا اسرائيل ما فيك تخوضي حرب بدون امريكا، ما بتعرفي لوين بتاخذك الحرب. يعني نحن حتى نحن بنتساءل الى اين ممكن انه يعني، واسوأ انواع الحروب هي اللي بتعرف انك بدايتها ولكن ما بتعرف نهايتها. نعم. انت يا اسرائيل بتعرفي، ودائما واذا حضرتك متذكر
مجرد ما اجت حاملة الطائرات جيرالد فورد بيقول بنيامين نتنياهو بالحرف الواحد سنغير الشرق الأوسط بمساعدة الولايات المتحدة. صحيح. هلأ اللعبة هلأ أي حرب بلبنان هي حتما الأمريكان عارفينها وأكشتاين عارفينها. نعم. هي حرب الشرق الأوسط. يعني لازم أمريكا تدخل. الأمريكي قال لهم بلينكون نحن ما رح ندخل. نعم. وقال لهم هلأ هل برأيك الوقت هو وقت حرب في الشرق الأوسط؟ هل بالتوقيت الأمريكي وليس الإسرائيلي؟ الأمريكان ضد. الأمريكان هلأ بيعتبروا أنه مسرح الصراع الحقيقي بالشرق الأوروبي أوكرانيا، بالشرق الآسيوي تايوان. نعم. هذا هو مسرح الصراع. مش فاضيين. شفنا أوباما. نعم. مش أنه مش فاضيين. مصلحتهم الاستراتيجية يعني قيادة العالم، قيادة العالم تبدأ من هونيك مش من هون. يعني إحنا الفناء الخلفي للاستراتيجية الأمريكية. نعم. يعني ما في تقول حرب وتتوقع أنه يمشي الحال وتوقف الجبهة بلبنان، ولكن هذا ربطا بالحرب على غزة وفلسطين. لكن أنا يعني هلا في مجانين حاكمين إسرائيل. ايه؟ في مجانين فعلا. وأنا بنظري أنه بس عم يضغطوا على لبنان. وقت بيقولوا أنه ما لح نربط الهدنة هون بالهدنة بالشمال، يعني عم بيلعبوا. بس بدي أقول لك على شيء كمان، يعني إيهود باراك هذا كان رئيس حكومي ما قال حربنا في لبنان كانت حرب بقاؤنا في لبنان كان بقاء عبثي من 82 لل 2000. بعدين بنعرف نحن نهاية مناحيم بيجن، مش هو مؤسس الليكود؟ هو المرشد السياسي والروحي لبنيامين نتنياهو. آخر عمره والأزمة الحرب اللبنانية هي اللي خلته يلتف ببطانية الصوف ومات ببطانية الصوف. شارون وصيب بغيبوبة، يعني ما كل واحد جرب حاله بلبنان. تصور انه ديفيد جروسمان احد كبار كتاب اسرائيل يقول عندما تبكي الميركافا. نعم. هذا مات ابنه بوادي الحجير. هذه المواضيع، ولكن هناك ايضا شيء يعني خطير من الكلام الذي سمعناه عن أموس أوغشتين، هو عندما قال نشوب حرب عبر الحدود الجنوبية لبنان لن تكون قابلة للاحتواء. بالتأكيد. نعم. هذا المنطق. وهذا اللي نحن عم نحكيه. انه يعني اولا ما بيعرفوا حزب الله شو عنده، الشغل الثاني ما بيعرف حتما هناك تنسيق بين الجبهات. نعم. يعني اذا سوريا رح يتحرك، لبنان رح يتحرك، العراق رح يتحرك، اليمن، هيدي على الأقل على الأقل. أمريكا ما فيها تغرق بمستنقعات الشرق الأوسط. من وقت اللي انسحبت من أفغانستان قررت أنه مش رح توقع بأي مستنقع آخر. من وقت اللي قررت بأفغانستان، من وقت اللي انسحبت من أفغانستان. ايه؟ قررت أنه مش رح توقع بأي مستنقع آخر. يعني يكفيها المستنقع الفيتنامي العراقي الأفغانستاني. نعم. كيف نحن لازم نتعاطى بلبنان مع هذه التطورات استاذ برجي؟ نحن بدي اقول لك مسرح للعبه. نحن ما نفعلين نحن ما فعلين. ايه، ولكن نبقى متفرجين. لا ما بنقف متفرجين. نحن بلد مفكك، بلد يعني كانه ضربوا زلزال سياسي وزلزال طائفي. حضرتك عم تتابع، عم تسمع عبارات مخيفه يعني عن الربط بين الطائفي والموقف، الربط بين الطائفي والدولي، هيدي شغلات مخيفة وسمعناها الأسبوع هذا. لا، نحن بلد مفكفك على مستوى على مستوى الدولي أساسا. ما في دولة بلبنان، ما في دولة لا تحكي بأي كبدا ويجي. هل يمكن فصل يعني الهدنة في غزة أو الحرب في غزة عن لبنان؟ بالتأكيد في والشغلة اللي صارت الهدنة للماضي نفذت اوتوماتيكيا بلبنان. بس هلا الاسرائيليه بدهم ولا ممكن يزحزحوا الموقف المقاومه. هن بدهم يزحزحوا، عم بيخوفوا لا اكثر ولا اقل. ليش؟ لانه خسرانين هن اساسا. يعني هن بتركيزهم، وحضرتك بتعرف باول جلسه للكابينات باسرائيل قرروا انه يفتحوا جبهه لبنان. نعم. مش جبهه غزه. هني معتبرين انه جبهة غزة باسبوعين او بعشرة ايام تنتهي. صح.
شو ضلت هونيكي 15 شهر صار لها. طيب إذا خاضوا حرب بلبنان، وأنا كل معلوماتي بتقول إنه أي حرب بلبنان وبناء على كلام كتير مهم، أي حرب لح تمتد ممكن تمتد لسنوات. إسرائيل 15 شهر هلأ، وشفت أنت كيف عم تتزعزع. ما نعم نستهدر بقوتها وبإمكانياتها وبإمكانيات المؤسسة اليهودية، بس هيدي دولة هلأ بلشوا بها أرادس يحكوا نحن أمام مفترق وجودي. كيف قرأت محاولة التسلل إلى لبنان؟ تسلل قوات إسرائيلية من يومين إلى لبنان، يعني عملية رصد أساساً. رصد وما بشوفها، يعني ما بتصور إنه يعني هيدي استطلاع لحتى يهجموا. يعني بدهم يرصدوا هدف معين أو شيء معين. يعني أنا شفتها من الناحية التقنية، ما شفتها إنه من ناحية استراتيجية. ما شفتها من ناحية استراتيجية. دس نبض مثلاً، أو جس نبض عفواً، ممكن شو يصير؟ هل إذا الأمور مفتوحة اختبار قدرات وجهوزية المقاومة؟ مش بهالطريقة، عندهم مليون طريقة لا يعرفوا. عندهم مليون طريقة. الأقمار الصناعية، المسيرات، المخابرات الأمريكية. نحن بلد مخترق من كل النواحي. وتبين بالخمسة أشهر أنه عدد الشهداء اللي عم يسقطوا مش عدد طبيعي. يعني في اختراقات دراماتيكية للخريطة اللبنانية. موقف القوى بالأمس، كان هناك مواقف من القوى يعني اللي بيسموا أنفسهم معارضة، كانوا عم بيقولوا نحن لن نرضى بتسوية، يعني بإيقاف الحرب على حساب تسوية الرئاسة. ليش عم بيربطوا هيدا الموضوع؟ هني غريبين. لا بدي أنا أسألك. هذا كلام غريب حب القلب. أولا الرئاسة الجمهورية اللبنانية هلأ ورقة، ما أنا ورقة لبنانية. الجمهورية بحد ذاتها ما أنا ورقة لبنانية. طيب حضرتك، إذا حضرتك بتفهم كثير، إنه اللجنة الخماسية نحن تحت مظلة اللجنة الخماسية، ماذا تعني؟ إنه لبنان ورقة دولية وإقليمية. صح. طيب هيدي الجمهورية، طب ما رئاسة الجمهورية ورقة وإقليمية ودولية، ما إلهم أي دور. هذا كلام ببغائي، مثل على سياسات أبو الزلف كان من زمان، يعني لا أكثر ولا أقل. هذا بروباغندا أو فقاعات إعلامية ما إلى أي صدى. موقف هذه القوى مثل أبداً. موال من أبو الزلف يعني؟ لا أبداً ما إلى أي. هيدي حالة أنتوا عم تحكوا باللجنة الخماسية وعم تراهنوا على اللجنة الخماسية. يعني معناتها سلمتوا الوراء، على الأقل سلمتوا الوراء للإقليم وللدول التانية. ولكن هني بيقولوا أن احنا لن نقبل حتى إذا الأمريكي أو غير الأمريكي قالنا امشوا بهذه التسوية، إذا على حساب ما يعني خياراتنا لن نقبل بها. هن معتبرين انه زمن مخيل الظاهر، مخيل الظاهر او الفوضى وقت القرار لريتشارد مورفي، انه ممكن يتكرر. الخارطة القوة بلبنان والخارطة من كل النواحي بلبنان تغيرت كتير من ال 89 او 90 لهلا. بيقدروا ياخذوا نفس الخيار؟ الخيارات طبعا معروفة شو هي. خيارات قصوى لدرجة انه انا كنت بباريس، يعني التقيت اكثر من نائب، فرحت على الجمعية الوطنية. يعني وشفت انه معتبرين حتى بفرنسا اللي هي الام الحنون، معتبرين انه اي تفكير بالكانتونات، هي انه الكانتونات هي عبارة عن مقابر طائفية. وشافوا انه كل الطوائف، اي طائفة بلبنان تشتبك مع حالة، وشفنا. اي طبعا. نعم. يعني وقت الكانتونات الطوائف، احزاب الطوائف، بيصير في اشتباكات طبعاً داخلية طبعاً بين بعضها البعض. وعشنا، كلنا عشنا. انا شخصيا اكبر منك بكثير، يعني عشت التجارب ميدانيا. نعم. وعشت انا وموجود عند فلان وعند فلان وعند فلان. موجودة. البعض عم بيحن الى هذه الايام، او بده يرجع البلد لهيدي الايام؟ لا بيحن بس ضمن حدود معينة. وبيعرف انه الوضع، موازين القوى تغيرت، بيعرف اي ضبابية. نعم. هلأ تحكم الامور ان كان بالشرق الاوسط او بالعالم. نعم. ولكن كان في موقف متقدم بالامس من نائب جورج عدوان، يعني حيث قال انه نحن مع تطبيق 1701 ولكن على اسرائيل ان تطبقوا في البداية. هذا الموقف اول مرة بنسمعه بهذا الوضوح. كان دائما النقد لحزب الله وللبنان الذي لا يطبق القرار،
ويقولوا أنه المجتمع الدولي يفرض على الإسرائيلي بتطبيقه. بالأمس النائب جورج عدوان قال يعني كان مختلف هيدا. سمعته بس لأنه نحن كل وصلوا بما فيه نحن وصلنا إلى حافة الهاوية. مفترض على الأقل يكون في لحظة للعقل للتعقل. يعني مثلا أنه مزارع شبعة ما حدا أشار له أنه ملحوظة أنه طبعا في دور الأمم المتحدة ملحوظة بال1901 وكيفية معالجتها. إسرائيل مش عم تجيب سيرتها أبدا. طيب بدي خبرك على شغلي يعني. مرة أنا سألت وزير خارجية بلبنان قلت له وقت اللي أرسلوا بدون يرسلوا الأندوف على الجولين القوات الدولية على الجولين وزعت خريطة للجولين على كل أعضاء الأمم المتحدة إنه كوثيقة هيدي إنه نحن بدنا نبعث قوات دولية على الجولين. كانت بالخريطة كانت مزارع شبعة وتلال كفر شوبة ملحوظين بالقلب الجولين جزء من الجولين. تعرف شو قال لي وزير الخارجية اللبناني وقت سألته؟ قال له كيف ما انتبه؟ قال لي ما انتبهنا كانت كتير صغير الخريطة. تصور وزير خارجية يجاوبك. نحن عادة نتعامل بخفي مع الأمور ودائما نسند ظهورنا من القرن التاسع عشر لأن على حدود كمان إلى الدول الأخرى. لم تكن بحساباتهم أنه هذه من الأرض للبنان لأنه البعض لبنان بالنسبة له ليس كل لبنان اللي نحن بنعرفه سيدنا نبيه. وإثبات على اللي عم قوله ما حصل مؤخرا نحن عنا حرب بالجنوب لا تعني البعض مرة يعني معلش أنا والوزير أنه هذا المشنوع. أنا كنت على احدى الشاشات وانا عم بقول انه نحن شعب مفكك باسرائيل ولا ممكن تلاقي واحد انه ممكن مش مشارك بطريقه او باخرى. مش معقول تلاقي منطقه هيدي عم تبتهجوا فيها روك اند رول ومنطقه عم يقتلوا الناس وعم يطحنوا فيها. هلا عم بقول هالشيء هذا انه لبنان بلد مفكك. أنا ماني عارف إنه المذيع بده أو اللي عم يعمل معي الحديث بده يحكي معه عن هذا المشروع. بيقول له مش مثل ما عم بيقول الشخص اللي عندك أو الضيف اللي عندك. لا هيدي مش هيك. أولا بدي أنا استند لشيء. أنا بدي أقول لك أنا بنتي كانت بفرية أو فرية. وأنا عم بغطي هون. قالت لي بس تعال نهار من شان أعصابك. لأنه مرة يعني دمرت أعصابي وقت ضربوا بالضاحي ضربة رهيبة وأنا كنت بالحمرة اهتزت الحمرة يوم. قالت لي تعال ليلي بس إنه غير جو. رحت ليلي شوي بالمطاعم والملاهي كأنك بغير لبنان. مش بدولي ثقافة هيدي ثقافة الحياة. قلت له أنا للوزير قلت له حضرتك بتفاخر إنك كنت صديق وتلميذ تأييد دين الصلح. قال لي مزبوط. قلت له بالفرنسي قلت له هيك. قال له تأييد دين الصلح للرئيس الفرنجي. قال له نحن المسلمين قال له بالفرنسي نحن المسلمين نشعر بالخجل إذا فرحنا. ليش؟ من شان القضية الفلسطينية. إنه ما زال في قضية في نكبة. إذا فرحنا بنخجل من حالنا. نحن مع الأسف ولا 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 في مناطق ولا إلى علاقة قطعا. لك يا عمي فهموا جنوب. ومع الأسف خلينا نعترف من بيدهم مسؤولية الجنوب أو خصوصا على الناحية الإعلامية مأثرين كتير يطرحوا قصة الجنوب مش من هلأ. من 47 و48 ولا هلأ. لازم تطرح. يعني المقاومة بلبنان ما نشأت هيك أو نزلت بمظلات أو أنه الإيرانية بعتوا مسيرات أو طائرات انزال ونزلت هون. خلقت من هذا الأرض خلقت من هذا العذاب. قديش نكلوا بأهل جنوب وقديش قتلوا من أهل جنوب وقديش اعتقلوا. رحت حضرتك على هذا معتقل الخيام. شفت شير بالنازية أيام النازيين بيعملوا. شفنا هيدي الزنازين الإفرادية قديش صغير وكيف شفت لو التعذيب تم تعذيب الناس. لو التعذيب شو هي يعني هل ممكن إنه الحيوانات أو الوحوش تستخدم هيك أدوات؟ واليوم اللي عم بيصير بغزة مش نفس الشيء.
مش حرب إبادة يعني ديك عدو إيه؟ مش اب مش انت لبناني مع لبناني انت اكل حالنا. احنا بالحرب الاهلية عملنا الفزاعات يعني ما وقت بنحكي على البربرية نحن كمان مع بعضنا برابرة. هل تتوقع في بربرية سياسية اساسا؟ طبعا طبعا. هل تتوقع انه تنتج نتائج جيدة زيارة هوكشتين الى لبنان؟ انا بتصور نعم بتصور، بس بدها وقت. حضرتك بتعرف انه هلا في انتخابات امريكيه. صحيح. لنحكي عن ديناميكيه دبلوماسيه فعاله، لا كلها عمليه تجميد وضع الامور بالثلاجه. تجميد وضع الامور بالثلاجه. هل بيحمل اكثر الموضوع مع المشكل هلا حاليا؟ لا يمكن انه تكون الامور تجميد الا عبر هدن متتاليه الى ان تاتي الاداره الجديده. هذا صح الكلام الصحيح. يعني رح نروح لهدنه. هذا الكلام الصحيح. رح نروح لهدنه بفلسطين تنعكس اوتوماتيكيا على لبنان. اكي عباس من 49 من ايام رودوس نحن عايشين بهدن. من ايام رودوس يعني عايشين بهدنه عم نحكي هلا. يعني حتى 1701 ايه؟ مش وقف الاعمال العدائيه ايه؟ وقف بعدين بند واحد وقف اطلاق النار اتفاق. ما صار اتفاق. ما تنفذ. ما صار اتفاق. دائما يعني ما قلت انا باول حديث انه الامريكا دائما بتخلي الجرح مفتوح او على الاقل نصف مفتوح. هذه المره الى اي درجه كان الجرح عند الاسرائيلي قوي سيد نبي؟ بحياتهم اولا كانوا بسبعه اللي صار بسبعه تشرين 7 اكتوبر نعم كان شيء رهيب بالنسبه لهم. فعلا شعروا ما هن الدولة التي لا تقهر. هن الدولة اللي دائما بيحاربوا على أرض الآخرين. أي حروب قصيرة خاطفة إنجازات خاطفة. تدمير وخلص. خلص. وهن أساسا بيعتمدوا على العامل المعنوي البسيكولوجي إنه بيضربوا ضربتهم القوية بيرعبوا الخصم. هيك صار بكل هكذا داعش تفعل صح؟ هكذا كان يفعل المغول صح؟ رائع. أنا كنت مش هيك المغول كانوا يعملوا؟ كنت عم بحكي إنه أنا إنه داعش نفس القصة والمغول نفس القصة. معنى بقول لهم إنه المغول الجدد، أنا بوصفهم المغول الجدد أبدا مثل المغول. بيضربوا ضربتهم بقوة بعدين ببلشوا التدميح وكذا السيطرة. لا هلا الإسرائيلية أولا قلت لك إنه بين إنه في خلل. عم تشوف أنت الصراع هلا الأكثرية طبعا مع الحرب للبنان وشدت العصب. نعم. بس انه انا يعني انا بشوف الصحف الاجنبيه. نعم. يعني حتى في كتاب يهود مهمين. نعم. ومع اسرائيل الاخر عم بيحذروا من القصص. نعم. يعني تصور انه في الاوبسرفاتور تحكي لك عن معترضه على رفح انه انتم اذا احتليتوا رفح وبدهم يحطوهم بمنطقه معينه للفلسطينيه لحتى يامنوهم منطقه امنه. تصور اخي عباس 62 الف فلسطيني 62 ألف فلسطيني بالكيلومتر الواحد. يعني بيقول الكاتب المقال بيقول إنه معناتها أو بيضلوا واقفين أو ركوع. وإذا بدهم يناموا بيناموا بالمناوبة. هذا كلام فرنسي. كلام بالنوفيل أوبسرفاتور اللي مؤسسها جون دانييل اليهودي اللي مع إسرائيل. نعم. هو هذا التحذير دائما خوفا على وجود وبقاء الكيان بعد عملية طوفان الأقصى بسبعة أكتوبر. نحن أساسا مش معتبرين أنه في دول عربية بالفعل. إيه؟ بتشوف اسمه. نحن معتبرين بعدنا مضارب البدو أو مضارب قبلية. مش معتبرين دولة. الدولة الوحيدة هي وهني أساسا الأمريكان. يعني مش أنا عم بحكي هني اللي عم بيحكوا أنه إذا إسرائيل زالت من الشرق الأوسط زال الوجود الأمريكي بالشرق الأوسط. يعني هي الأساس الركيزة الأساسية للوجود الأمريكي. وعلى أساس هذا في نوع بالإضافة للتمييز الإيديولوجي من أيام البيوريتانز بالقرن 17 لهلا في كمان في المصلحة الاستراتيجية. ماذا لو لم تنجح كل هذه المساعي الدبلوماسية؟ ما في مجال. يعني ما في شيء اسمه دبلوماسي بالمعنى الأكاديمي للكلمة. ما في دبلوماسية عادة تتوصل إلى اتفاق. نعم. لنحكي على وهلأ الأمريكان قدام ثلاث خيارات. إما دولة مختلطة يهودية عربية وهذا مستحيل وأكثر مستحيل. إما دولة فلسطينية ودولة حل الدولتين وهذا لا يرضى به الإسرائيلي. وهم يعتبروا الإسرائيلي أنه مجرد قيام الدولة هيدي غزة محاصرة من كل النواحي. شوف كيف قاتلي. معناتها أنه نهاية إسرائيل. الخيار الثالث استاتيكو. وقت بيكون في استاتيكو ما بيكون في دبلوماسية. دبلوماسية تضع على الجنب. الأرض هي اللي بتحكي. خليكن هيك
خليكم ادفنوا جثثكم بهدوء واسكتوا. هل هذا ممكن أن يبقى؟ يبقى دائما أن يبقى. وجبهة لبنان؟ هلا جبهة لبنان جبهة مربوطة بال1901 كمان تجميد. هلا هلا بأمريكا يعني أنا عندي رأي إنه وقت بتكون أمريكا في حالة ضياع الشرق الأوسط بيكون في حالة ضياع. أستاذ عباس دائما بالسنة الأخيرة من الانتخابات من الولاية بيصير بيسموا أو بيوصفوا الرئيس الأمريكي بالبطة العرجاء. يبدو أمريكا هلأ تانية هي البطة العرجاء. شوف أزمات الداخلية، شوف الصراع بين ترامب وبايدن. لك هذا صراع بنيوي. شوف شو عم ينكتب بالصحف الأمريكية، شوف السود اللي عم يصرخوا، الملونين اللي عم يصرخوا بوجه ترامب. يعني في أزمات بنيوية بأمريكا، وبايدن مش عم بيقدر يلعب المايسترو. يعني حضرتك لاحظت وكمان المشاهدين الكرام انه ببداية الولاية بايدن كان ساكنه شبح دونالد ترامب، ايه ولا لا؟ صحيح. وهلأ بنهاية الولاية كمان ساكنه شبح دونالد ترامب. وشيء غريب انه بايدن هو ابن المؤسسة ابن الكونغرس ما قدر يلعب على الارض، بينما هداك من خارج المؤسسة لعب على الارض. وكل الاحصاءات تقول والارقام انه عائد. نعم. الى البيت الابيض طبعا. نعم. وقدر يلعب، قدر يلتقي مع كيم جونغ اون. تصور يعني لك بايدن وينك؟ شعلت اوكرانيا واصريت انك تعمل مشكله باوكرانيا وبتايوان، هلا علاقتك بالصين متوتره. نعم. خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل نتحدث عن لبنان شوي أيضا، عن كيف أدارت المقاومة هذه الحرب، وما هي قدرات على الردع من عند لبنان. يعني طبعا عندنا القرار الرسمي اللبناني بهيدا السياق، قديش كان لافت أيضا في مواجهة إسرائيل، لأن يعني إسرائيل بدك تواجهها بكل الأساليب والطرق الممكنة بهيدا البلد، لأنها دائما ما تلعب على التناقضات الداخلية. إذا فاصل ونعود لمتابعة السياسية. مشاهدينا الكرام، عودة لمتابعة السياسة اليوم، ومرة جديدة بدي رحب بأستاذ نبيه البرجي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نبيه أهلا وسهلا فيك. خلينا نبدأ من الموقف الرسمي اللبناني، وزير الخارجية وموقف الحكومي في هذه المواجهة. البعض انتقد الحكومة وانتقد وزارة الخارجية على مواقفها، وقال إن المقاومة وإن حزب الله خاطفين الدولة حتى بهذا الموقف، لأنه الحكومة أو وزارة الخارجية قالت إنه إسرائيل هي عدوة لا نريد الحرب، ولكن إذا اعتدت علينا إسرائيل رح نواجه، يعني ما رح نسكت. يعني إنه شيء بيضحك. لا واحد يعني بيرد هيك، بيرد إنه من سنة 48 لهلأ إيه؟ شو عملت الدولة اللبنانية للجنوب؟ شو عملت؟ ولا شيء. يعني ما مش بإيدها، ما منا قادرة. ممنوع هي قوية. هي القادرة. خلينا نحكي بصراحة، مش الدولة اللبنانية اللي وقعت اتفاق القاهرة بال 69 الدولة اللبنانية ولا لا؟ ما عطت الجنوب، سلمت الجنوب لياسر عرفات، مش هي اللي سلمت الجنوب لياسر عرفات؟ نعم. سلمته مفاتيح الجنوب. بعدين الفوضى الفلسطينية، فوضى الثورة الفلسطينية، كان انه انا كتبت يعني وخلي يزعل من يزعل، انه ياسر عرفات كمان بتصرفاته سلم مفاتيح لأريال شارون. وين كانت الدولة اللبنانية؟ طيب اوكي، صدر القرار 425، شو عملت الدبلوماسية اللبنانية من سنة 1978 سنة 2000؟ ولا شيء. شو عملت باللبنان؟ وهلا عم تحكي يعني صوت في واد، صوت في واد، ما إلى أي شيء. يعني بدها تحكي، ما فيها إلا تحكي. بس ما في رئيس جمهورية، ما في حكومة بالمعنى حكومة تصريف أعمال، ما أنا حكومة حرب. ولا ممكن يكون حكومة قرارات كبرى إلا تحت الضرورة، وغير رئيس مئاتي عم يعتمد على المبدأ هذا إنه الضرورة. يعني ما ولكن انتقدت هذه الحكومة من الآخرين، بعض القوى السياسية تريد لهذه الحكومة أن تمنع، يعني أنه تحط حدود لحزب الله وتضغط على حزب الله بتنفيذ 1701. طيب
طيب ليش ليش مستغرب؟ مش هيك عم تتابع انت؟ نحن اذا بدنا نضغط على 1901 انه ننفذ. ايه طيب اسرائيل يعني هلا تنين نحن عم نتحركش باسرائيل. هلا الاحصاءات بتقول هلا نحن عم نتحركش. انا واثق جدا. ايه انا طبعا يعني انا كثير عم بتاثر على سقوط الشهداء بهالشكل الدرامي. نعم يعني شيء مفجع فعلا. والاسرائيليين يعني عم بيلعبوا على الشغله، عم بيلعبوا كثير لحتى يعني هبطوا المعنويات. وهيدي شغله مقصوده. نعم بس انا واثق انه ما بيفصلوا ابدا بين هن من الاساس. ما بيفصلوا ابدا بين غزه اساسا، بالاساس كانوا عم ينظروا للبنان هو مصدر الخطر. اجتهم ضربه من ناحيه تانية. نعم وحضرتك بتذكر انه يعني انه نطرناهم من الشرق اجوا من الغرب. هن مركزين على جنوب لبنان، وهذا كلام اليوم، كلام اسرائيلي اليوم بالذات، انه كانوا مركزين على لبنان. اجتهم الضربه من 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 فلسطين او من من غزه. نعم وما يعني ما بيفصلوا قطعا. وهلا ما بيفصلوا بين الجبهه بي بي بغزه وجبهه بغزه. بتعرف انه حضرتك يعني صارت بحاله، مع الاسف الشديد صارت بحاله النزع الاخير. هن معتبرين انه لبنان هو المركز الاساسي، الحلقه الحديديه. كل عمره لبنان ينظروا له انه الحلقه الاضعف. شوف التاريخ شو بيلعب. نعم التاريخ قديش بيلعب عندنا بالمنطقه. هلا لبنان صار الحلقه القويه، الحلقه الحديديه بالنسبه للاسرائيليين. نعم ليش؟ لانه ام بدي اقول لك ما في شيء. الفيتناميه كيف حرروا؟ مش كانت قوه لبنان في ضعفه؟ كانت قوه لبنان بضعفه. اوكي فاتت اسرائيل. هذا هالمبدا هذا خلى شارل الحلو يوقع، او طبعا كلف قائد الجيش ايميل بوستيني وقع اتفاق القاهره. اتفاق القاهرة هذا مش نتيجة سياسة أو فلسفة لبنان بضعفه. هذا الشعار اللي رفعه شيخ بيير جميل. القوة اللبنانية في دولة بالعالم أخي عباس، في دولة بالعالم بتعتبر، وهي يعني ما بدنا نقول حدا دولة معادية، في دولة بالعالم بتقول إنه قوتنا بضعفنا. هيدي سويسرا. سويسرا الدولة المحايدة فيها جيش من أرقى جيوش أوروبا. ومن أكثر جيوش أوروبا فعالية. يعني ما هذا اللي خليك، شو اللي خلى جنوب يعني انه مسرح ساعة لياسر عرفات، وساعة لأريال شارون، وساعة لبنيامين نتنياهو. قوة لبنان وين؟ بدي اقول لك حضرتك عم تسألني ليش؟ لانه الناس طلعوا من التراب من لبنان. من هن اللي قاتلوا؟ مش ولاد القرى، ولاد المدن الجنوبية هن اللي قاتلوا. هيك الفيتنامية العنصر البشري الأساس. الفيتنامية ساعدوهن الصينيين وساعدوهن الروس. الصين حاولت تستغل بعد ما طلعوا الأمريكان فوت حاربوها للصين. طب الجنوبيين أساسا واجهوا، فعلا واجهوا التجاوزات الفلسطينية واجهوها. وأنا عشت التجربة، أنا كصحفي عشت التجربة. يعني كان في مأساة لأهل الجنوب أيام الوجود الفلسطيني، مأساة بكل معنى الكلمة. وهيدي ليش نحن بنخجل انه نضوي عليها؟ ما بعرف ليش. واجوا الاسرائيلية زادوا المأساة مأساة. لك هيدي هالظروف القاسية مش الآلام. يعني في واحد يصف هذا، كان في واحد انجليزي يصف وصف اليهود بانهم ام، هذا اسمه كليمانت بيرمرسون، كان رئيس وزراء بريطانيا بالقرن 19، هو أول من سمح بأنه يبنوا مستوطنات بفلسطين. بيوصف اليهود بأنه أمة الآلام. يبدو أنه هلأ تاني عم يعترفوا أنه الفلسطينيين كانوا أمة الآلام. من 1982 للألفين كان الجنوبيين أمة الآلام. من الآلام تسمع الأول والأسماء بتصنع الديناميكية وبتصنع الزخم. ولكن البعض لا يريد ويقول ليش أنتوا بكون تسيطروا على قرار الحرب والسلم في هذا البلد؟ لك يا أخي شو عملتوا أنتوا لإسرائيل؟ لك ما أنتوا شو عملتوا؟ طيب الجنوبيين أهل الجنوب مسؤولين عن اتفاق القاهرة؟ لك ما أنتوا عم بتقولوا أنه انفتح الباب الدم وباب الفوضى وباب الخارجي، فتحوا اتفاق القاهرة بالـ69. أهل الجنوب اللي فتحوه، وين كانوا أهل الجنوب؟
لك ما استبيحت القرى الجنوبية، استبيحت وصارت من معارك وإلى آخره، يجوا يعني يضربوا كاتيوشا من قلب البيوت الحركات الفصائل الفلسطينية، يردوا الإسرائيلية بالك مين اللي قتل؟ أهل الجنوب اللي قتلوا. طب وين كنتوا كدولة لبنانية؟ أنتوا عم تحكوا بالجنوب. لك في مسلسل من الآلام، في مسلسل من المآسي. هل بال 69 هل بال 69 المقاومة يعني كانت موجودة؟ ما كانت، هل هي موجودة التي وقعت اتفاق القاهرة؟ أبدا أبدا، يعني ما ما كانت موجودة ولا حدا موجود. طيب أنتوا شاورتوا جنوبيين؟ قلتوا لهم شو؟ لك تركتوا حدا بيسلم قطع حساسي، بيسلم مليون بشري لا 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 لشخص عربي على راسنا لثورة؟ طب ليش بالأردن؟ ليش بسوريا؟ ليش بمصر؟ ليش من عملت نفس الشيء؟ بلبنان حضرتك حكيت عنه، قوة لبنان في ضعفه. ياسر عرفات استغل ضعف لبنان ومشي فيه، وطبعا لعبي أكتر من هيك كمان، لعبي أكتر من هيك. خلينا نرجع على لبنان وقوة الردع التي بحوزت المقاومة الآن. إلى أي مدى هي التي تردع إسرائيل وتجعل حلفاء إسرائيل يفكروا أكثر من مرة قبل مثلا اجتياح لبنان كما كان يحصل في السابق؟ هلأ بشكل عام، بشكل عام طبعا ما في، نحن ما فيش نقول أنه في دولة غربية يعني تنظر بتعاطف مع حزب الله، ما في دولة غربية. بس كمان بينظروا بواقعية للموضوع بما فيهم الأمريكان، أنه أنتوا يا إسرائيلية أنتوا منهكين، فعلا منهكين. وانتو ما فيكن تخوضوا حرب طويلة. نعم. يعني لحد هلأ حضرتك بتعرف تقريبا شي 250 طائرة أمريكية، طائرة شحن شحنت لدرجة انه بلشوا الأمريكان يصرخوا. نعم. مثل ما صرخوا أيام أوكرانيا والأوروبيين. يعني هل فيها إسرائيل تخوض حرب لسنوات؟ هل فيها أمريكا تتحمل حرب إسرائيلية لسنوات؟ نعم. ففيها حتما حتما. هلأ تاني بلشوا الأمريكيين، شفت بالكونغرس قديش صار في نقاش حول أوكرانيا، وهي صار لها سنتين، وهي قديش حيوية بالنسبة لأوروبا كلها وبالنسبة للغرب كله. ما هذا الوضع، يعني أنه ما إسرائيل ما عندها مشكلة داخلية. إسرائيل عندها مشكلة داخلية. خلينا نفوت إلى لبنان، إلى ملف الرئاسي العالق، طالما أنه نواب المعارضة بالأمس قالوا أن لا مقايضة ما بين موضوع وقف الحرب ورئيس للبنان، هل يعني هناك متغير ما، أو لمسوا متغيرات، أو لديهم معلومات أنه يمكن انتخاب رئيس ليس من فريقهم السياسي؟ أولا بدي أقول لك هذا الكلام فعلا كلام مهزلي وكلام هامشي. نعم. وكلام ما إله معنى. نعم. يعني مجرد شعارات ومجرد لسا، يعني كلنا عم نعرف لسا أكبر من هيك. إنه حرب أو لا حرب، وأي شرق أوسط بعد غزة، هذا هو الموضوع الأساسي. شو مقايضة؟ يعني هلأ حزب الله بس لحتى يجيب سليمان فرنجية إنه مستعد يقايض على جنوب؟ مين ما إجا إجا يجي رئيس الجمهورية؟ الوضع بلبنان، لأنه لبنان مثل ما إسرائيل عم افترق وجودي، لبنان عم افترق وجودي. الشرق الأوسط كله بحالة ضياع هلأ بالوقت الحاضر. بنحكي إنه بالمقايضة شكلي أنا بصفة، لك أستاذ عباس أنا استخدمت التعبير إنه ثقافة التفيهة. وفي واحد فرنسي عمل كتاب ألان دونو الكندي الفرنسي، ألان دونو نظام التفيهة. نعم. نظام التفيهة، ثقافة التفيهة. والله تخلوا عن ثقافة التفيهة، تعالوا حتى نتفاهم. لبنان ولا ممكن يعيش بهالطائفة أو بهالطائفة، وما فيش مجال لأي طائفة تهيمن على كيف بدنا نغير هذه الثقافة وما زال يعني معظم من يمارسها موجودين من 30 سنة، وأنت قلت يعني إما الفوضى وإما رئاسة الجمهورية. وبعضهم اختار الفوضى. إيه طبعا. إيه طبعا. نفس الخيار اليوم. لبنان أنا مرة أنا شفت هيكل كنا نكتب بسبب نفس الجريدة، طبعا هو قامة عظيمة محمد حسنين هيكل. نعم محمد هيكل. وشفته أنا وزعلت، يعني بيقول لي إنه لبنان هو بلد الأزمات الأبدية والتسويات الأبدية. أنت زعلت وقتها. أنا إنه متحمس للوطن. أنا معتبر إنه لبنان شغلة عظيمة يعني. أكيد الوطن شغلة عظيمة. طبعًا. ولكن طبعًا. أنت تتحدث عن النظام. طبعًا بس عن النظام. إيه.
يعني شو يتبين انه فعلا نحن بلد الازمات الابديه والتسود. هلا وقت نحكي على الثوره، في ثوره بالعالم بتقوم بدوله مركبه؟ ما في ثورات. بلد التسويات مش بلد الثورات لبنان، وبلد الازمات مش بلد الثورات. نعم. شو رايك بمبادره تكتل الاعتدال الوطني؟ لك انا كنت عم بكتب كثير انه هذا استعراض تلفزيوني ودوران بالحلقة المفرغة. يعني حتى بتصور انه يعني حتى رئيس بري بيكون ضحك من القصة. ما فيها لا اي معنى ولا اي جدوى. عرض تلفزيوني. والاطرف من هيك انه مين الجهة الخارجية اللي يعني ساندتهم وخلتهم انه نحن كلبنانيين ابدا ما فينا نعمل مبادرة. ليش؟ وسمعت حضرتك، مش انا، مش كلامي. يعني كل الكلام انه اي جهة هي اللي خلتهم هي عم تسندهم، السعودية ولا فرنسا ولا امريكا ولا انا ما شفت اي جدوى. وقلت لك انه هذا دوران بالحلقة المفرغة. نعم. او استعراض تلفزيوني. ليش؟ هل يمكن للبنان، خلينا نكون منطقيين ونحكي بوضوح سيد نبيه، هل يمكن ومن معظم القوى السياسية انه ياخذوا قرار؟ وإذا كان ممكن، ليش ما قطعنا استحقاق رئاسة الجمهورية؟ ما في قرار، ما في، كلهم أساسا ما في قرار، كلهم بحالة ركود. كلهم بحالة ركود. يعني كل واحد عم بيحاول. المشكلة إنه في ناس أطراف بلبنان ذهبت بالخيارات إلى الحد الأقصى. لبنان بحالة أزمة. لبنان فعلا، خلينا نحكي باتفاق الطائف، وثيقة الطائف كله نصوص ملتبسه. وانا بنظري يعني بقرا كثير الدراسات الدستوريه او القانونيه، هذا ما بياسس لجمهوريه ثالثه. يعني طبعا الاولى كانت ايام الانتداب الثاني. بعد لجمهوريه. هل الاتفاق لا يؤسس ام من طبق او من يعني حاول تطبيق هذا الاتفاق لم يطبقه بالشكل المطلوب؟ مش ما انه هون انا بدي نحكي على الرئيس بري. الرئيس بري عارف شو جوهر القصة، وزلمي بيفهم كتير بالدستور وبالسياسة. وقت اللي طرح ال 95، ليش طرحها؟ المادة 95 هي جوهر، هي الجوهر بوثيقة الطائف وبدستور الطائف، إنشاء الهيئة العليا لإلغاء الطائفية السياسية. كيف بدك تعمل هيدا الموضوع والبعض بالبلد بيقلك أنا عندي هواجس وهناك سلاح موجود؟ خلينا نحكي بنص موجود. هيدا هو النص بالذات اللي بينقلك من نظام طوائفي، مش طائفي، نظام طوائفي لدولة مدنية. لدولة ما أنا مرتبطة بال، وفيها كمان بند بيتعلق، مادة بتعلق مجلس الشيوخ. ما هيك؟ من هون بتقوم الجمهورية الثالثة. شو كانت النتيجة؟ لا، هون أنا بدي أسألك نفس السؤال من الطرفين. أنا بالوسط بدي أقعد. البعض بيقلك أنه كيف نلغي الطائفية السياسية ونروح لقانون خارج القيد الطائفي، انتخابات وفي وجود سلاح. وأيضا من وجهة النظر الثانية كمان بالمنطق يقول أنه أنا كيف بدي أحكي عن السلاح وأنا عم بتحاربني إسرائيل وعم تقتلني وما حدا عم بيطلع فيني من أي دولة عالمية؟ كيف نوجد حل بين اللبنانيين بين هذين أو هاتين النظرتين؟ فينا نلاقي حل أنه السلاح فقط. وتعهد حزب الله أكثر من مرة. وشفنا بالسنوات الأخيرة ما تعرض حزب الله لضربات من طيوني أو غير الطيوني. استخدم رصاصة واحدة، استخدم رصاصة. يعني معناتها أنه خلينا 2008 على جنب، لأنه بنعرف شو ملابساتها وبنعرف شو مضاعفاتها. 2008 لا يحكى فيها، لأنه نحن كلنا بنعرف شو الملابسات وشو كانت المضاعفات. تصور أنه حارة حرايق، مغفر حتى حرايك ياخذ مذكرة توقيف بحق السيد حسن نصر الله. تصور هيك مجلس الوزراء وهيك القرارات. خلي 2008 على جنب، حزب الله ما تعرض لضربات بأكثر من محل، رد عليهم بالرصاص ولا سكت وقال هلا مش وقتها. قال لي الداخل كذا. عم تحكي عن شوية وعن خلدي. عن خلدي وعن شوية وعن الطيوني. طيب اوكي، طيب هذا سلاح موجود يا جماعة، هيدي إسرائيل، لا سويد ولا حتى أمريكا. لك هيدي دولة بتقوم على إيديولوجيا مجنونة. هيدي دولة بيقولوا لك لحد هلأ إنه من الفرات
يا عم اعمل معروف رول شو بيقولوا الاسرائيليين، قرأوا شو بتقول ابحاثهم، شو بيقولوا الحاخامات، شو بتقول احزابهم. هلا احزاب اليمين من الفرات الى اليمين الى النيل، كل الكتاب كل من يومين كتب. يعني المشكلة استاذ نبيه، يعني هيدا الموضوع يبدو أن البعض لا يقرأ. من يومين إدي كوهين على تويتر عمل تغريدة، وما شاء الله كل جماعات الأحزاب ناشطة على تويتر تقرأ هذه التغريدة، يتحدث عن الحرب الكبرى، يتحدث عن اليهود اللي يريدون قتل جميع شعوب هذه المنطقة، وأن هذه المنطقة كلها إلهم. يعني كل حدا ليس يهودي لا يؤمن حتى بالفكر الصهيوني ممنوع يعيش، وكان عم بيهدد بهذه الحرب الكبرى. التلمود. نعم التعليم التلمود. أنا نعم. أنا خبير بالشؤون اليهودية. أنا بهتم كتير وتابعتها من 40 سنة 30 سنة. تابعي وبقى. يعني كلنا. يعني مسلمين ومسيحيين. حيوانات بشرية. حيوانات بشرية. وقال يعني قالوها بعد حرب. ليش بأوروبا ليش اضطهدوا؟ لأنه نظرتهم كيف كانت نظرتهم للمسيحية؟ ولحد هلا تاني في مفكرين يهود بأمريكا. بحاول يفكف كل مسيحية لدرجة أنه في قصف كاثوليكي، يعني راهب كاثوليكي، أنه وين المسيح بأمريكا؟ هودوا أمريكا، يعني هودوا المسيحية بأمريكا. هل الإنجليين الصهيونيين ما هودي أساسا بيعتمدوا التوراة ما بيعتمدوا خلينا بلبنان نحن كيف لازم نوضع حد لكل هذه المشكلات بين بعضنا البعض، لأنه في عنا خطر وفي عنا عدو خارجي، وفي ناس كمان بدها تقول انه انا ما بدي زج لبنان، انا ارفض وحدة الساحات بنفس الوقت. هلا نحن ما قدرنا ننتخب رئيس جمهورية، ايه؟ ولا قدرنا نعمل انتخابات بلدية. بدنا نحل أزمة على مستوى لبنان ما فينا. تعودنا نحن حتى بأبسط الأمور، سنة 2008 اجتمعنا بالدوحة وكان في رعاية دولية ورعاية إقليمية، ببعد الحرب الأهلية اجتمعنا بالطائف وكان في كذا، واجتمعنا بسان كلو واجتمعنا بأكثر من محل. يعني هلأ المشكل أنه ما حدا بده يجمعنا، هيك بفهم منك؟ هلأ ما في هلأ الوضع الدولي ضايع. أمريكا بحالة ضياع. أنا قلت لك أخي عباس، وقت بتكون أمريكا بحالة ضياع فعلا العالم بيكون بحالة ضياع. كل العالم هلأ بحالة ضياع. طيب مين مهتم فينا؟ هلأ ليش الخماسية عم تشوف اجتماعات؟ أي كلام عم يصدر، أي كلام يعني هيك فعال او له وزن على الارض عم بيصدر كلام عادي. نعم. كلام رتيب. ولكن اذا بنينا على جوله هوكستين بالامس وقلت لك على المواقف اللي صارت، اللي بيسموا انفسهم نواب المعارضه قالوا لن نقبل بتسويه، هل هناك اشارات؟ وايضا اذا رجعنا لموقف النائب جورج عدوان انه على اسرائيل ان تطبق ال 1701، هذا موقف واضح يعني ومختلف متقدم في السياق. اذا انطلقنا من هذه النقطه جميعا كلبنانيين على اسرائيل والضغط على اسرائيل لتطبيق ال 1701، الا يمكن انه تهدى الامور؟ كلنا نكون بنفس الطريق؟ لك باخر المطاف. إيه؟ باخر المطاف كلهم بدهم يشعروا، حتى مهما يعني هذا سياحة ديكا لازم يتوقف. يعني عم نشوف نحن هذا بيصرخ وده وهالمزايدات. كان مختلف بالامس، كان مختلف قليلا. جورج عدوان دائما هذا شخص دائما عقلاني، بتشوف غيره غير ما تصريحات. ولكن تحدث باسم الكتلة امبارح، مش باسمه الخاص، بار يعني بار مش بار بار برأيه وطبعاً مش رأيه هيدا طبعا. وبالقوات اللبنانية مؤسسة منظمة جدا. نعم. وما بتاخد قراراتها يعني ما في تصريحات عشوائية. يعني هذا بدون شك يعني في ناس بالقوات اللبنانية طبعا، وأنا شفت ناس يعني بيشعروا أنه وصلوا أنه لبنان وصل للحائط، وأنه لبنان فعلا مثل ما قلت لحضرتك قدام مفترق وجودي. يعني لازم يفكروا بطريقة تانية. الكانتونات حبيب القلب الفاتيكان حتى اعتبرها مقابر طائفية. أنه إذا المسيحيين عملوا كانتون بالشرق الأوسط بلبنان انقرضوا بلبنان وبالمنطقة. كل الطوائف عندما صار في حكم الطوائف تقاتلت، يعني بتتقاتل. هلأ تاني مش هون القصة، تتقاتل مش هون المشكلة، تنقرض. انه انتو لازم تلعبوا لك يقروا شوي لك بالفاتيكان شو بيصدروا، شو يقروا شوي بس انه المسيحيين بلبنان لازم يلعبوا دور يعني الميسر ودور اللي بيضبط الإيقاع. يعني مش الوسيط، خلينا نقول الوسيط حتى. الوسيط الفعال بين الطوائف. انتو ناس نقلتوا جبتوا الحداثة على لبنان، وانتو ناس يعني
لكم مؤسسات. تقاطعوا على الوزير جهاد أزعور وقالوا نحن بدنا، يعني الفريقين الأكبر بالشارع المسيحي قالوا بدنا جهاد أزعور رئيس الجمهورية. لا تقاطعوا انطلاقا من واقع معين، لازم يتغير هالواقع. انطلقوا من 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 واقع المناكفات والخلافات، من رفضهم للبيت الاستراتيجية والنزاعات طبعا. ايه؟ طبعا مش من واقع انه بدنا ننقذ لبنان، من واقع بنحنا بدنا ننقذ حالنا. غير شيء هذا. هلا تاني وقت بدك تتفق على رئيس جمهورية، اتفق بالاول على شكل، على صيغة الجمهورية. انت متفق احن الامريكان زرعين لك هون مليونين سوري، ونحن بنعتبرهم اخوان طبعا، بس ليش بلبنان بده يكون الرعاية التي بدهم يضربوا سوريا من لبنان؟ وإذا انضربت سوريا انضرب لبنان، وإذا انضرب لبنان انضربت سوريا. يعني مليونين سوري بلبنان. مليونين سوري غير اللاجئين الفلسطينيين كمان. من الناحية الاقتصادية هل نحن بعد نقدر نحمل؟ من الناحية الأمنية معلش كمان رجع الحديث عن أنه هؤلاء المليونين السوريين فيهم الناس مش ناسحين، فيه الناس شاركت بالمعارك بسوريا ويمكن جاهزين غب الطلب لاستخدامهم في الداخل اللبناني. بالتأكيد. ايه؟ بالتأكيد. وبديش أحكي بالتفاصيل. لا ايه هيك بهدوء بدنا نحكي. طالما مرقت على الموضوع. ما بدنا نحكي بالتفاصيل. وأنا نحنا أنا يعني ربيت أنا ابن البقاع. ايه؟ بحياتي أنا كنا نعرف الشام أكثر ما نعرف بيروت. ايه؟ ولكن. ولهلا تاني حنيننا لدمشق حنين. هيدا ايه؟ شيء. ايه؟ ايه؟ والمليونين اللي فيه الناس قتلت بالحرب السورية شيء آخر. حتما. نعم. إذا بتروح على بعض المناطق بلبنان. نعم. بتلاقي داعش موجودة. هلا مش موجود، مش حاملين هالسواطير، بس فكرة داعش موجود. بأي لحظة فيك توزعهم؟ عم نسمعهم عم بيهددونا على مواقع التواصل. نعم. بأي مواقع؟ عم بيهددوا على مواقع التواصل بالفيديوهات، وأيضا عم بيكونوا بكل المساحات والبلاتفورمز عم بيهددوا اللبنانيين. ما أنا هددوا بقطع راسي مرتين بتلفزيونهم. ايه؟ هددوا بقطع راسي مرتين على مقالاتي. في ممكن تجنيدهم. ليش مش ممكن تجنيد لبناني؟ مش ممكن تجنيد عراقي من مكان بلبنان من العالم العربي؟ مع الأسف ممكن تجنيده. نعم. استاذ برجي خلينا نروح لفاصل، وبعد الفاصل منكمل حديثنا شوي عن موضوع ملف رئاسة الجمهورية. هل من الممكن كمان في كلام انه أموس هوكستين بالأمس ناقش هذا الموضوع، وان الولايات المتحدة الأمريكية تريد رئيسا يعني يحظى برضا جميع اللبنانيين ويحقق أمالهم؟ يعني هذا الكلام قديش هو عنوان جميل، ولكن قديش يمكن تطبيقه في هذه الظروف؟ نقول لا حديث عن رئيس الجمهورية قبل وقف الحرب في فلسطين وأيضا في لبنان، لكن يبدو أن الهدنة ستحصل في الوقت. مش عم بقول هيك، عم نقرأ. لا لا، الاحتمال كبير وما حدا يمكن أن يتوقع هذا الموضوع. إذا فاصل ونعود لمتابعة السياسة اليوم. عودة لمتابعة السياسة اليوم، ومرة جديد بنرحب بضيفي أستاذ نبيه البرجي الكاتب والباحث السياسي. أستاذ نبيه أهلا وسهلا فيك جديد. يعني كنت عم تقول قبل الفصل هددوا بقطع راسي. نحن في دولنا هذه يعني مشكلة أنه أنت بدك تقول شو ما بده هيدا الفريق، وبدك تقول شو ما بده هيدا الفصيل أو هيدا أو هيدي الحركة. ما بعرف، أكيد من سوريا اللي هددوا بقطع راسك، من لبنان ما بيهددوا بقطع الراس. يعني هيك بيتراشقوا كلاميا مع شوية شتائم، مع شوية هيك خلينا نقول حديث عن العائلة. بس بالحرب الأهلية صار في استخدام فؤوس وقطع روس. معلش نحن ما بدنا الحرب، يعني ما حدا بده على ما يبدو الحرب الأهلية ترجع. لا. لا لا. بالبلد لنكون منطقيين، رغم كل هيدا التحريض بده ينتهي. لا لا. بده ينتهي يوما ما. خلينا نرجع للوضع اللبناني، لموضوع انتخاب رئيس للجمهورية، لما سمعناه عن نواب المعارضة بين قوسين انه ما بدنا نحن تسوي على حساب رئاسة الجمهورية. ذكرتني اما الفوضى واما الاتفاق، الظروف اختلفت. اما الفوضى او مخيل الظاهر. اي طبعا. هل سنشهد مثلا مرة جديدة الواقعية السياسية والواقع على الارض اللي بيفرض نفسه، ورهانات البعض على حلفاء تذهب سدى كما نقول؟ حلفاءهم مين يعني؟ يعني مثلا اذا اتى الامريكي او اذا اتى الامريكي او غير الامريكي صديق للبعض. نحن بلبنان بتعرف الكل عنده صداقات،
وقال بدنا نروح بدنا نلاقي حل لبنان وبدنا رئيس الجمهورية. طيب أمتى الأمريكيين ما بيعوا حلفائهم؟ وقت قلنا على شو عم بقول تسوية أنت عم تسميه بيع. وقت قلنا ريتشارد مورفي ايه؟ وقت قالوا مخيل الظاهر أو الفوضى يعني اللي عارضوا هذا الأمريكاني ريتشارد مورفي من أهم الدبلوماسيين ومن أرقى الدبلوماسيين من الولايات المتحدة. نعم. كان المعارضة إجت من سمير جعجع والعماد عون دكتور سمير جعجع والعماد عون إجت المعارضة منهم. يعني الأمريكان ما باعوهن يومتها الأمريكان ما بيعوا الفيتنامية ما بيعوا الأفغان ما بيعوا ببيعوا الأمريكان. هذه خبرة خبرية هيدي هيك بس كان في رئيس محاسب بالسفارة الأمريكية ب 83 لتشوف قديش الأمريكان يعني بتهمهم البيع والشراء. ب 83 ما كان في المحادثات تبع 17 أيار بين خلدي وكريات شمونة. أنت ما منك كنت مش خلقان لا سنة كان عمري سنة ب 83 ايه بس أنا كان مين كان المنسق الأمريكي؟ موريس دريبر. ايه موريس دريبر. موريس دريبر كان يجي من خلدي يعني سكن هون بالمونتيفيردي أو شيء يعني يجي هو جاي من مرة من خلدي على طريق الوزيعي هو المنسق الأمريكي. ايه وصل كان في عجقة على طريق الوزيعي ما كان فيها الطرقات ولا شم ريحة فلافل. ايه عم بحكيك قصة خبرني اياها رئيس المحاسبة بالسفارة الأمريكية بيقول لي قال له لا أنا بدي أنزل شوف شو هذا. ايه نزل عجبه لأنه عم بلف له قال له عمل له ساندويتش فلافل قال له قداش هون قال له 35 قرش. ايه 35 قرش. ايه قال له عمل لي فاتورة فيهم. شو هذا بدي اعمل فاتوره خاصه بالساندويتش بالساندويتش الفلافل بده فاتوره عنده ورقه. ايه يعني هذا الزلمه ما بيكذب ابدا. ايه وجا خبرني اياها يومتها راح قدمها بالسفاره. ايه قدم انه صرف 35 قرش حق ساندويتش فلافل. ايه هذا العقل الامريكي. ما في صديق لامريكا. هيدي اساسا فرنسا مش صديقه لمدري شو راحوا وصفقه الغواصات مع استراليا. ما روحوا لهم اياها 45 مليار دولار يعني هي كمان مع بتوصل ل 100 مليار دولار حرقوا دين فرنسا فيها. ما هي أطلسية ودولة أساسية الدولة الأساسية بأوروبا. شو بدك تقول من وراء هيدا؟ ما 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 تراهنوا على أمريكا. ايه؟ ما تراهنوا على الآخرين. أوروبا أوروبا مجرد عربيق بقطار بقاطرة أمريكية وتدفع فواتير. ايه وتدفع الفواتير عندها مصالح أهم بكتير. ليش أنت أمتين يعني أحيب العراق شو عملوا بالمسيحية؟ دخلت لحماية المسيحيين دخلت لحماية المسيحيين فلسطين دخلت لحماية المسيحيين بسوريا ما كانت عم بتصلحهم لجميع هاللي عم بيروحوا على معلولة وعلى صيدنان بلبنان حمتهم أمريكا. ما في مجال حاجة تراهنوا على الآخرين. ما في مجال إلا التفاهم. دع الرئيس بري للحوار يا عم تعالوا نتحاور نحن مش أعداء. حتى الأعداء بيتحاوروا يا أخي الفيتنامية والأمريكية مهما الإسرائيلية واللبنانية ما اجتمعوا لكن الإسرائيلية والمصاروي ما عملوش اتفاق. طب ما نحن أولاد بلد وعنا مفاهيم مشتركة. مسخرة تحكي على خصائص لكل طائفة. فإذا أمريكا لك أمريكا بالمسيحيين في 3000 ملي مسيحية في أمريكا. طب كيف قاعدين كيف عايشين؟ نحن قال فلين الفلاني قال ما منشبههم كيف شكلك انت مختلف عن لا تذكرني بهذا الموضوع. خلينا اليوم بلا ما نحكي عن هذا الموضوع لانه هذا موضوع شوي بيضحك صراحه يعني وانا باخده من نوع من نوع الغباء السياسي صراحه عذرا على التعبير انه ما حدا بيشتغل بالسياسي بيحكي بهكذا اسلوب. ولكن خلينا بنفس السياق اسال سؤال هذا شد العصب الطائفي من قبل كثير من القوى السياسية خلينا نحكي وليس قوى يعني فريق واحد. إلى أي متى بده يضلوا ماشي ببلد مثل لبنان متعدد؟ نحن بلد التعددية ولازم نحن نقتنع جميعا بهذه التعددية لنكمل مع بعضنا البعض. طيب ما اللي بدي أقول لك يعني بتضل أخف من الحرب الأهلية. عندنا تجارب نحن صار في حرب أهلية. بعد الحرب الأهلية اجتمعوا ولا لا اجتمعوا. إيه؟ بسنة 58 صار ما يسمى بالثورة ولا لا؟ بعدين اجتمعوا ولا لا؟ اجتمعوا. يعني بلبنان انه بالاخر وهيدي شغلة ميكانيكية انه انت وقت بتشد ايدك فيك تشدها الى الاخر. الا تحصل التحالفات بالانتخابات؟ ما تحالف الكل مع بعض؟
بالنقابات حاليا مش عم بيصير نفس الشيء؟ كل شيء عم بيصير. وين المشكلة؟ السهرات، السهرات. هلا خلينا لا نحكي بالسياسة. السهرات طبعا هيدا بيقولوا موضوع مختلف، موضوع مختلف يعني، حتى بعد ناقص السهرات اللي فاتوا فيها وفرقوا الناس، ولكن بالانتخابات، بالانتخابات بالانتخابات ألم يتم التحالف؟ هلا بالنقابات ألا يتم التحالف؟ معناها المشكل، معناها المشكل على المراكز وعلى وعلى الكراسي، المشكل مش طائفي بوجه طائفي. لا 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 لا، بده يضل. كيف بده يضل؟ بضل من خلال استغلال الوضع الطائفي. وعلى اساس هذا انا حكيت انه الانتقال للجمهوريه الثالثه تنفيذ ال 95، والا الكل معارضين الكل، لانه كلهم مستفيدين من هالوضع التعيس اللي بيوصلك لاكثر من حرب اهليه. هل كرمال هيك صبغوا الباك سليمان فرنجي بانه مرشح الثنائي؟ مش ماروني الزلمه، مش ماروني ومش لا ما بدي اقول لك معلش، انا انا لي تحفظ على القصه هيدي. هذا لبنان في حساسيات. كان مفترض انه يعلن الترشيح من قبل اي حتى فريد الخازن خي او مين ما كان، او اليوم طاو او الى اخره. يعني هلا لهيدي الدرجه لانه تم ترشيحه مكانه بالسابق كان المفروض جاي. السيد حسن قال انه ندعم ترشيحه، هو مرشح طبيعي. هن فهموها غير شكل. انه نحن انه رشح السيد حسن، قال ندعم. وهي فعلا مكان من الاربعه اللي اجتمعوا ببكركي ولازم يجي حدا منهم. منهم طبعا. طبعا. يعني بال 2015 قبل الانتخابات. هن فسروها غير شيء. انه الثنائي الشيعي بده، مش بده مش برشح، بده يفرض رئيس جمهوريه. هلا لا يعني ما في منطق بالقصة هايدي، كلها استغلال، بس استغلال طائفي. ما كمان رد الشيخ سامي الجميل قال نحن ما منروح نقعد على حوار او اي مبادرة الا ليتخلوا عن سليمان فرنجية. ما كمان مش نفس الشيء شرط هذا؟ مش نفس الشرط كمان؟ اذا كان يعني هو يقول ان الثنائي يريد فرض يعني نحن نتحدث عن هذه السردية، يريد فرض سليمان فرنجي، ولكن الشيخ سامي الجميل قال نفس الموضوع، قال انه نحن ما بدنا الا ليتخلوا عن سليمان فرنجي. ليش القصة يعني ادارة البلد هيك بتصير؟ لا 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 ابدا ابدا. هلا قلت لك انه سياحة ديك بس بعدين بلبنان ما في شيء دائم. يعني شو كانت العلاقة بين العماد ميشيل العون والدكتور سمير جعجع مثلا؟ مش قتل؟ ما صارش حروب بيناتهم يعني؟ شوي بس لقوا انه فرنجي بده يجي، بس قالوا فرنجي بده يجي، اتفقوا على اتفقوا وعملوا اتفاق مع راب. وكان اتفاق يعني آني، وما ما في بيناتهم اي صله يعني دغري انه سقط الاتفاق، بس انه كان اتفاق مرحلي واتفاق آني. مع الاسف استاذ عباس انه نحن كل حلولنا آنيه، وكل معظم زعاماتنا هي زعامات آنيه وبتقوم على وقود الطائفي، على التأجيج الطائفي. وهيدي أسوأ أنواع الزعامات بكل العالم. شوف بي 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 بأي دولة بالعالم كيف بيفكر رجل الدولة، كيف بيفكر رجل الدولة، وكيف بيفكر رجل الطائفي. هذا بلد ما بيقوم. بدك تعمل دولة، بدك تنتقل فعلا لجمهورية. نفذ الطائف بتنفذه من 95، من مادة 95، تنقل لبنان من الدولة الطوائفية أو من النظام الطوائفي إلى النظام المدني. بيرجعوا بيقولوا إنه في طائفي تستقوي بالسلاح، طائفي تستقوي بالسلاح. يا أخي في إسرائيل موجودة ولا لا؟ يا أخي كان حزب الله أو كانت المقاومة بلبنان كانت موجودة بال 69 وموجودة بال 67 وموجودة بحولة كانت، لك ما عملوا مليون مذبحة وقت اللي بدهم يفوتوا الإسرائيلية على لبنان. طيب نحن طيب الثنائي الشيعي وقع اتفاق القاهرة، كان موجود الثنائي الشيعي؟ لك منه فضيحة الفضائح. عبد الناصر يومتها مع انه بالقاهرة صار، استغرب انه كيف لبنان يوقع يعني المنطقة الأكثر حساسية بلبنان وضعت بيد غير لبنانية. مش هيك، مش المنطقة، مصير لبنان، مصير الدولة اللبنانية وضع بإيد غير لبنانية. هيدي السيادة، مش هيدا السيادة اللي عم بيطالبوا فيها؟ هيك أنا مرة قلت له للبترك السابق الله يرحمه، قلت له أنا أخذت له نظرية ديفرجي، يعني كنا عم نحكي أنه السيادة، قلت له ديفرجي يعني فيلسوف السياسة بفرنسا والدساتير، بيقول أنه السيادة بالمواطن. وقت بيكون في سيادة بالمواطن بيكون في سيادة بالوطن. في سيادة بالمواطن بلبنان، أنت شاعر بأنك بدولة القانون وشاعر بأنك سيد ببلدك،
ما حدا منا شاعر ابن سجد ابدا، كلنا بحاله يعني اشخاص فلطان، اشخاص عائلين. بدل ما نبدا بتطبيق وتحقيق السياده بوجه اعداء لبنان من الخارج، بنتخانق مع بعضنا البعض. بعدين بدي اقول لك، فرنسا دوله سيدي، هي عضو بالاطلس، بتجرن امريكا كلهم، المانيا بكل فلسفتها وتراسل مؤخرا انجرت بكل هي التي تدفع الفواتير وتشارك في الحروب. اليابان مش دولة سيدي؟ طيب بتقولها لأمريكا لا، المفهوم السيادي، المفهوم الكلاسيكي للسيادي سقط. نحن بقارن آخر. الأمريكيين طرحوا العولمي، يا حبيب القلب لو بيقروا العولمي، من أحد بنودة أنه صارت السيادي، صار له مفهوم آخر للسيادي. في رئيس جمهورية قريبا أو لا؟ ما في أبدا. لا. ليش؟ ما يعني نحن شي مرة انتخبنا رئيس جمهورية إلا في توافق إقليمي أو توافق دولي، وتوافق دولي وإقليمي. ولكن المعارضة مش رح يقبلوا بأي مثلا خلينا نقول تمني خارجي. مش رح يقبلوا بتمني خارجي؟ إيه، إنه يقول لهم مثلا امشوا بهيدا المرشح أو سهلوا أمر هيدا المرشح. يعني معلش خلينا نحكي، اذا جبران باسيل هلا رفعوا العقوبات الامريكيه عنه. ايه هلا جبران من اسبوع قال انه قد يذهب، يعني قد يذهب الى تامين النصاب. لا بدهم يغيروا. ايه؟ حبيب القلب، اللي بتقودون المصالح، وقت اللي تدق ساعه المصالح كل هالمبادئ، مش هيدي السياسه؟ وين المشكل؟ كل هالشعارات بتصير. ايه وين المشكل؟ المشكل هلا تاني انه هن بحال الضياع ونحن بحال الضياع. خلينا نعترف كلنا بحال الضياع بهذا البلد. ما في حدا عارف وين حاطت اجراي، ابدا ما حاطت. لك البلد يعني مهدد البلد، ونحن كلنا مهددين. لك حاولوا تستفيدوا بطريقه اخرى، مش بطريقه الجيتو، مش بمنطق الجيتو، بمنطق البلد، بمنطق الدوله. هل البعض بده يرجع للجيتويات؟ طبعا طبعا. ولو امبارح من حكى امبارح بالذات. ايه. واحد عم بيقول انه هذا الوضع بخلينا انه نحكي بالجيتو. لا هذا الحكي ما بينصرف. يعني الحكي تغيير النظام، تغيير النظام يعتمد مين بيغير النظام. تغيير النظام بده موافقة أكثرية اللبنانيين. تغيير النظام إما يجي بموافقة أكثرية اللبنانيين إما بحرب. هذا مش تغيير النظام. ايه؟ هذا تفجير النظام. يعني بهذا المعنى البعض يراهن على الخارج لتغيير النظام في لبنان. انت بنظرك الكانتون أساسا ما بدهم كانتون، هلا عم بدي بدهم دويلي. ايه؟ بس الكانتون كمرحله انتقاليه، كمرحله للتمويه او للتضليل. المفروض المطروح اساسا را طروحات ريتا وفي مشهد ما بيعرفوه بالمال والخارجيه والامن هي للدوله المركزيه. صح. أستاذ نبيه برجي الكاتب والباحث السياسي، شكرا جزيلا لك. هذه الطروحات يمكن التي تطرح ببغائيا بيحفظها البعض وبياخذ مساري ليطرحها، ما مدفوعة هيدي طبعا. ولكن الأهم قبل ما أختم، تتصاعد كل هذه الشعارات عندما تضعف الدولة. صحيح. كيف بنرجع من أول الدولة؟ بدي أخذ منك الجواب قبل ما أختم، لأنه لابد أني أعلق على هذا الموضوع. لأقول لك الدولة لا، ما بتتم أولا بلبنان مع الأسف أنه نعتمد على العناصر الداخلية. ما فينا. نعم. ما فينا، بدنا مساعدة، بدنا تفاهم إقليمي ودولي. ساعتها بنقدر نتفاهم وكلنا من نساق مثل قطعان الماعز مع الأسف الشديد. إلى هالدرجة؟ يعني قطعان الماعز؟ يعني شو صار فينا بالطائف؟ شو صار فينا بالطائف؟ ورحنا لاتفاق، اتفاق كله مفخخ. ما بدنا اتفاق مفخخ. لازم نحن شي مرة بهالعمر هيدا نفكر عقلانيا، مش بعقلية القرن التاسع عشر. يعني عقلية الأناصل والأساطيل والوسائط الخارجية. خلينا نحن شي مرة وحدة، نحن أوصياء على حالنا، نفكر هيك وإن شاء الله بنوصل لهالدرجة. إن شاء الله هيدي التجربة الخليجية صعب شوي. صعب. أستاذ نبيه البرجي الكاتب والبحث السياسي، شكرا جزيلا لك، يعطيك ألف عافية. يا هلا. مشاهدين الكرام، شكرا لكم لحسن المتابعة وإلى اللقاء.